أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروع إنارة شوارع منطقة الصجعة الصناعية، حيث تم الانتهاء من تركيب 419 عمود إنارة وعدد 664 مصباح وكشاف موفر للطاقة بقوة 150 واط. وتم تمديد كيابل بطول أكثر من 24 كيلومتر، وذلك خلال وقت قياسي لم يتجاوز 20 يوم. وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعمل على حماية البيئة وصون الموارد من خلال مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة، حيث تحرص الهيئة على استخدام مصابيح صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في كافة مناطق الإمارة. هذا ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية وتوفير الأمن والحماية للمنشآت الصناعية في المنطقة وزيادة قدرتها التنافسية في اجتذاب مزيد من المشروعات والاستثمارات الجديدة.